السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. ان شاء الله النهاردة هنعمل كوردون بلو تاني او تالت، دي تالت مرة نعمل فيها ان شاء الله كوردون بلو. كل مرة بغير نوع الجبنة لحد ما اوصل للجبنة اللي انا عاوزاها وحابة المذاق بتاعها. هتشوفوا المرتين اللي قبل كده، ممكن احط لكم اللينك في صندوق الوصف، ودي المرة الثالثة غيرت نوع الجبنة، لكن برضو التركي المدخن لسه موجود بحبه، مش بحب احط لانشون او بسطرمة او اي حاجة من اللي بتتحط دي، انا بحب التركي المدخن وبس، بغير الجبنة. هنشوف طريقتنا النهاردة ازاي، وطريقة اللف مختلفة برضو شوية، ان شاء الله تعجبكم قوي. طلعت جميلة جدا جدا صراحة، حاجة رهيبة رهيبة. يلا بينا على المطبخ ونشوف هنعملها ازاي. ادي عندي كيلو شرايح فراخ بانيه، طبعا بغسله كويس بمية وخل وليمون، وهاخد كوباية ونص من البقسماط وهحط عليهم نص كوباية نشا، تمام؟ فكده هيديني بقى اي قرمشة منه كده، ويبقى طعمه حلو قوي ولونه ما يغمقش بسرعة عشان الفراخ تستوي. وطبعا قبليها هبل في البيض ومعاه ربع كوباية لبن. وادي نوع الجبنة اللي انا هستخدمه، جبنة شرايح جبنة الاير بريزيدون. عندي بقى ملح وفلفل وكمون وبابريكا وجنزبيل والبهارات طبعا، وحطيت بحب قوي احط اللي هو الزعتر علشان بيدي قيمه غذائيه عاليه قوي. هذه شرايح التركي المدخن مع ايه، مع شرايح الجبنه البريزيدون، جميله جدا، بتسيح وبتدي طعم رهيب وبيبقى شكلها حلو قوي. هعمل طبعا اجيب كيس كده بتاع سندوتشات وبحط فيه شريحه الفراخ وبدق عليها بالخشب بالطريقه دي، ما مقطعهاش يعني، فاهمه؟ انما انا بس بدقها خفيف كده يعني، اكسر بس اللي العروق والعضلات اللي فيها بحيث ان هي تبقى خفيفه وتستوي معايا وتبقى حلوه قوي، بحيث ان وقت التحمير بيبقى وقت بسيط يعني مش كتير، فلازم ايه ادقدقها كده من ناحيتين زي ما بنعمل اي سكالوب كده، تمام؟ هعمل بقى كل الشرايح اللي عندي بقى بالشكل ده، وبعدين ابدأ بقى اضيف عليه كل البهارات دي وعصرة الليمونة. عندي ليمونة كاملة كده بعصرها، بحب قوي انا ليمون ومعصور بيدي ريحة حلوة ويشيل الزفارة. هحط بقى المستردة او عندك خردل ديجون، حلو جدا مع الفراخ. هقلب كله كويس جدا مع بعضه، اغطيه بقى بالبلاستيك كده استريتش واحطه في التلاجة، ياخد ساعة كده او ساعتين بحيث ياخد ايه من التتبيلة كويس قوي. وبعدين ابدأ بقى ايه احشي بقى. هشوف دلوقتي طريقة الحشو بتاعتنا، ادي شرايح التركي المدخن وادي شرايح البريزيدون. هحط شريحة التركي المدخن كده فوق شريحة الفراخ، وهقص بقى ايه اسويها على قد شريحة الفرخة ايه بالظبط. ده كان ربع كيلو تركي مدخن، ربع كيلو كفى معايا بالظبط بالظبط على كيلو الفراخ البني. شايفين حطيت بقى التركي المدخن وفوقيه البريزيدون، هلف بقى بالطريقه دي، هلف رول كده زي السويس رول كده بالظبط، ادي رول كده وبعدين الف عليه شريحه الايه الفراخ. الطريقه دي خلت الجبنه تبقى كتير مع بعضها فبتسيح وبتطلع حلوه جدا والطعم حلو قوي قوي، بدل ما كنت انا بلف الفراخ مع الجبنه زي السويس رول كده فما كانتش الجبنه بتسيح مع بعضيها قوي، ما تدينيش الايه المنظر الحلو اللي احنا بنشوفه في الكوردون بلو. يبقى هنعمل ازاي تاني مرة، اهوت احط كده واحط شريحة الجبنة البريزيدون. طبعا عايز تحط شريحتين عشان الجبنة تطلع معاكي كده صوص اكتر وتبقي يعني فرحانة بيه والطعم يبقى اغنى. حطي انا هنا عشان عاملة كيلو فالكمية كبيرة فكده كويس قوي، يبقى بالمنظر ده شكله حلو قوي، مش هعمله بخلة ولا حاجة. هخلص كل الكمية وهحطه بقى في الفريزر او درج الديب فريزر بتاع التلج كده من فوق، يجمد بس شوية يتماسك بحيث ان انا لما احمره ما يفكش مني في الزيت. هدخله كده قيمة ساعة او نص ساعة، وبعدين احضر بقى انا البقسماط بتاعي، ادي كوباية ونص، انزل عليهم بنص كوباية النشا، هحط بقى ايه رشة فلفل ورشة ملح وقلب بقى كله كويس قوي. ميزة النشا هنا انه هيخليلي لونه ايه ما يغمقش بسرعة والفراخ تستوي. ادي البيضة هحط عليها حوالي ربع كوباية لبن وملح وفلفل وهقلب كويس قوي.
وبعد كده بقى أبدأ أحط طاسة على النار فيها أي كمية كده من الزيت، وأسخنه بقى على النار، وأبل بقى الكوردون بلو بتاعي في البيض، خليط البيض باللبن ده بالظبط ده كويس قوي كده، وبعدين أبدأ أنزل بيه على خليط الايه البقسماط، اقلبها كويس قوي، لازم احطها كويس جدا من جميع الجهات بحيث ان تفضل الطبقه فيها متماسكه وما تقعش ولا تفك منها. ممكن بقى لو انت عايزه تعملي ده لعزومه او للمصيف او كده، ان انت تعملي كل الخطوات دي وتعمليه في البقسماط وترجعي بقى تشيليه في الفريزر، تطلعيه بقى وقت اللزوم، وقت محتاجاه لاكله او حد من ابنائك مش حابب الغدا النهارده فتطلعي له بقى من الكوردون بلو، او طالعين مصيف فيبقى ايه جاهز على التحمير، يبقى تخلصيه بالبقسماط وكله وتحطيه في الايه في الفريزر، يبقى عندك من الوجبات السهله السريعه اللي انت مجهزاها في الفريزر لاوقات الايه اللي بتكون صعبه وفجائيه عندنا. هبدأ بقى الزيت اول ما سخن هوطي النار وابدأ احمره من جميع الجهات واطلعه، شايفين بقى اول ما بفتحه الجبنة بتبقى سايحة جدا وجميلة قوي قوي ازاي، هو ده بقى المنظر اللي انا كنت عاوزاه وبدور عليه. بقينا طريقة اللفة مع الجبنة البريزيدون دي، شرايح دي ممتازة جدا، هي اللي طلعت لي الايه المنظر بتاع الكوردون بلو الجميل قوي ده. اتمنى وصفتنا تكون عجبتكم، جربناها كده 3 مرات، عايزه تعمليها بالجبنه اللي هي الامنتال، تعمليها بصوابع الجبنه الموتزاريلا، او تعمليها زي النهارده كده بشرايح الجبنه البريزيدون، عندك الـ3 طرق الـ3 خيارات، جربيها باي طريقه تعجبك. صراحه وصفه الكوردون بلو وصفه هايله جدا وممتازه وطعمها حلو قوي قوي. بشكركم والى اللقاء، سوزان مقاول.